نواصل هذه النشرة من الفضائية التالية. قدم صباح اليوم وزير البنية التحتية آدم وفك العزلة آدم يونسمي بيانا صحفيا تناول من خلاله موضوع ربط البلاد بدولة الكاميرون بالسكة الحديدية، حيث أفاد الوزير بأنه قد تم لقاء بين الفنيين والممولين بياوندي العاصمة الكاميرونية في 13 وحتى 19 من الشهر الجاري. جزء من حديث الوزير. سنين أربع خمسة شغالين مع ناسنا جماعتنا جيراننا كامرون عشان نجيب السكة الحديد في تشاد، وعندنا مشروع هنا الكوبري في بونغور انتر بونغور ويابوا، ومن تنين ده شغالين فوق من سنين، والحمد لله اليوم فنين هنا الوزارة البنية التحتية ومنستيرانا بلان ده كله مشروع كامرون. يعني المشروع ده زمان واقف، السيد الرئيس جمهورية خشة ورسلني أنا في شهر 6 في كامرون، شفت أنتاني مساج أنا صاحبة بولبيا، وإن شاء الله من يوم داك ده البرنامج انفتح وخدمنا شهر 7 وجينا في نجاح كبار أول في سكة الحديد. يعني من 3 سنة واقف الدفع، فكينا هسا لقينا البنك الأفريقي للتنمية جانا، هو كل أول شغال معنا ومول المشروع ده. الدراسات مهم، سكة حديد يدورها في كيلومتر واحد قريب 4-5 مليار كيلومتر واحد، أنا أدلينا ما أنا دراسات 4-5 مليار، وبقى يبقى 10 مليار كله كان في حجر وكان جد الحجر يبرق. أسباب ده هو مشروع كبير ولازم يديروا دراسات عشان التشاد وهيدا ما يقدر مولا، التشاد ما كامرون تنين كله كلمه ما يقدر مولا. المولين ده لازم يجي من القطاع الخاصة ومن البنك التلمية، دول كله البنك الإسلامي والبنك الأفريقي والبنك الأوروبي، ودول كله يجوا بعدين يلموا سوا عشان يمولوا معنا ونعمل قطاع خاص عشان يجري السكل هذه. وفي ذات السياق، حدد الوزير مراحل التخطيط والعمل على توفير المحطات ونقاط توفير المياه. إليكم الجزء الثاني من حديث الوزير. الدراسات ده عندهم السكة الحديد ده زي ما تعرفوا كلام كتير جو في تشاد منذ جاي الطريق، أنا وجاي من منذ واحدين بقول لا كامرونيين بالدار يجيبوا في من كسري، ويعني ده كله قلنا لهم السكة الحديد ده جاي في كامرون، السكة الحديد الآن ده هنام يجيبوا بطريقة هنام ده أن ما نخش فوق، يعني تشاد ما يسمع له يكفي قروش عشان كل شق الدوار هنا كامرون ده بيجي من كسري ده. يعني ده قلنا لهم أنتوا أعملوا، وكان جيتوا في كسري أن نشلوا. يعني ناقشنا كيف لقينا الرئيس وجهها قال يكون لازم يكون بمندو أو ببونغور أو بليري يخش. خلاص الدراسات ده وقفنا في 3 طريق. الطريق واحد ده يجي غاوندري توبورو كوتري مندو كيلو بونغور جامينا، ده طريق واحد. طريق الثاني غاوندري غاروا فيجل ليري بالا كيلو بونغور جامينا. طريق الثالث غاوندري غاروا مروا كسري وجامينا.